السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنيابة عن مجموعة أريد أستهل كلمتي هذه بالترحيب بكم جميعا وتوجيه الشكر على مشاركتكم لنا في هذه المناسبة المهمة. فاليوم هو يوم يشكل علامة فارقة في تاريخ قطاع الاتصالات في تونس، وكذلك بالنسبة لجميع عملائنا الحاليين وفي المستقبل إن شاء الله. ففي هذا اليوم تتبنى فيه شركتنا تونيزيانا وبشكل تام العلامة التجارية العالمية الجديدة، علامة أريد. ففي كل مرة أزور فيها تونس يأسرني طموح التونسيين واعتزازهم وإيمانهم العميق بمستقبل بلدهم. فقد كانت تونيزيانا في تونس، والتي أطلقت في عام 2002 أول شركة اتصالات ذات ملكية خاصة، ومنذ ذلك اليوم سعت الشركة دائما وبكل جهدها إلى صنع فارق في الطريقة التي تطورت فيها البلاد، والأهم من ذلك هو صنع فارق في حياة عملائنا. والآن اسمحوا لي أن أتحدث قليلا عن سبب سعادتنا بالاحتفال اليوم بإطلاق شركتنا بحيث تحمل العلامة العالمية أريد. فقبل أكثر من عام بقليل، وأثناء المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة في عام 2013، كشفنا النقاب عن علامتنا الجديدة أريد. ولم يكن ذلك مجرد علامة جديدة فقط، بل كانت ما وعدنا به ملايين العملاء حول العالم، فقد وعدناهم بتوفير منتجات وخدمات تسهم في تطوير حياتهم وتسهم في التنمية البشرية. فمن الواضح أن عملائنا في تونس مدركون لما تعد به علامتنا الجديدة. فقد حققت شركتنا في تونس تونيزيانا نجاحا كبيرا نتيجة لارتباطها الوثيق بعلامة أريد منذ يوليو 2013. اما الان فنرتقي بتونيزيانا الى المستوى التالي، وذلك بإطلاق علامة أريد بالكامل في تونس. ويعني ذلك اننا سنوفر قيمة حقيقية لعملائنا، وخاصة من خلال خدمة البيانات الجديدة، وكيف نخطط لضمان ان تتاح الفرصة لجميع عملائنا للاستفادة من خدمات البرودباند. إننا على يقين بأن أريد لها دور مهم تقوم به لتدعم أحلام وتطلعات عملائنا. فاهتمامنا لا يقتصر على ما يمكننا تقديمه لعملائنا، بل يتعدى الأمر إلى كوننا نتواصل مع عملائنا بطريقة تفاعلية لمساعدتهم على النمو وبلوغ أقصى أمانيهم. أيها السيدات والسادة، اليوم تتواجد أريد في 15 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، في دول مثل إندونيسيا وسنغافورة، وفي الجزائر وتونس وفلسطين وقطر والكويت والعراق، بين هذه الدول الرئيسية. فنحن نقدم خدماتنا إلى مجتمع عالمي من العملاء الذين ينتمون إلى ثقافات مختلفة وممن لديهم طرق مختلفة في الحياة. وعلى الرغم من ذلك، فإننا نرى في مختلف الأسواق التي نمارس فيها أعمالنا الاحتياجات والتوقعات ذاتها لدى عملائنا. فنحن نرى أن العملاء يرغبون في مواصلة تعليمهم باستخدام تقنية الجوال، ونرى أنهم يحاولون تحسين فرص حصولهم على وظائف وأعمال، ويعتبر ذلك مهما في وجه الخصوص بالنسبة للشباب في تونس. ونحن نؤمن أيضا بأن القدرة على استخدام خدمات البرودباند هي حق أساسي من حقوق الإنسان. ولذلك فإننا نهدف من خلال تبني العلامة الجديدة ليتمكن عدد أكبر من الناس من استخدام خدمات البرودباند. فنحن شركة تعمل وفق القيم التي تقوم عليها علامتنا. فنحن نهتم بعملائنا ونتواصل معهم ونتحدى أنفسنا لتقديم الأفضل لهم. ولذلك السبب نعمل مع الشركاء
من القطاع العام والقطاع الخاص لاستقلال التكنولوجيا إلى أقصى طاقاتها وتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة والتأثير إيجابياً على فرص العمل. وكجانب مهم من إطلاق علامتنا التجارية سيكون اهتمامنا الرئيسي موجهاً نحو الاستفادة من البرودباند للمساعدة في دفع الابتكار وتعزيز خبرة وخدمة العملاء بالإضافة إلى توفير خدمة الإنترنت. وكنا قد تمكنا في عام 2013 من توفير تغطية كاملة لخدمات الجيل الثالث في جميع المناطق في تونس، ووفرنا خدمات البرودباند الجوال لملايين العملاء هنا. ونحن الآن مستعدون لنشر شبكة الألياف الضوئية في قلب مناطق الأعمال المركزية وتوفير خدمات الإنترنت عالية السرعة لكبرى الشركات التونسية. وباعتبارنا شركة تولي اهتماماً بالمجتمعات، فنشاطنا يرتكز على برنامجين رئيسيين، هما أريد مشروعي الذي يدعم الشباب، وأريد طفولتي الذي يمكن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. ويقود برنامج أريد مشروعي خدمة الجوال نجحني الحائز على جوائز، إذ أن خدمة نجحني توفر موارد وخدمات للتوظيف والتعليم ولتعلم اللغة الإنجليزية لأكثر من 800 ألف عميل في تونس. وأما من خلال برنامج أريد طفولتي، فإننا نرقب الدعم لمجموعة كبيرة من البرامج التي توفر فرص لتحسين حياة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الذين يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات لمدة طويلة، والشباب الذين يعيشون في المناطق التي لا تتوفر فيها الخدمات بشكل عام. أيها الحضور الكرام، من خلال ما نقوم به لتغيير الحياة اليومية للكثيرين من أفراد المجتمعات، هناك أكثر من 250 ألف عميل يستخدمون الخدمات المالية موبي فلوس لتعبئة رصيد حساباتهم ولتحويل الأموال ودفع الفواتير والتقدم للحصول على المنح الحكومية. كما أننا نوفر من خلال أعمالنا على أرض الواقع الدعم للجيل القادم من رواد الأعمال التونسيين، وبخاصة مع مبادرة ستارت أب فاكتوري، فقد أطلقنا حديثاً مبادرة انطلاق بالتعاون مع صندوق الصداقة القطري التونسي وشركة مايكروسوفت لدعم رواد الأعمال والشركات الجديدة في تونس. كما أننا مثل عملائنا متحدون في حبنا للرياضة وخاصة كرة القدم، فنحن فخورون بكون السفير العالمي لعلامتنا التجارية هو ليو ميسي، وفخورون أيضاً برعايتنا لفريق باريس سان جيرمان. وقد برهنا على حبنا ودعمنا لكرة القدم في تونس من خلال رعايتنا لعشرة من أفضل فرق كرة القدم المحلية. كما أنني واثق أنكم ستستمتعون بمتابعة مباريات بطولة كأس العالم لهذا العام، كما أنكم ستتمكنون من الاستفادة من الكثير مما ستقدمه لكم أريد خلال الاستعدادات التي تسبق انطلاق بطولة كأس العالم هذا الصيف. وأخيراً، فإننا ومع إطلاق علامتنا الجديدة في جميع مناطق تونس، فإن فرق العمل تعمل على أن يكون تبني العلامة الجديدة انتقالاً سلساً بالنسبة لعملائنا. ومن جانب آخر، فإننا نقوم في هذا الأسبوع بتغيير العلامة التجارية في جميع المحلات التابعة للشركة وعلى الفواتير والعقود والكتيبات وبطاقات تعبئة الرصيد واسم الشبكة وخدمة العملاء وحتى مكاتب الشركة. وستتواجد العلامة الجديدة لدى أكثر من 200 شريك والمحلات الأخرى في أنحاء تونس خلال الشهر القادم. من المهم الإدراك أن الخدمات الجديدة الخاصة والعروض التي نفتخر بتوفيرها في السوق التونسية تهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان أن تتوفر الفرصة لكل شخص في تونس لأن يكون جزءاً من عالم البرودباند
وأن يتمكن أن يتوصل إلى هذه الفوائد. وهدفنا خلال الأسابيع القادمة والأشهر القادمة أن نجعل ذلك أمراً ممكناً. إنني أفتخر بأن أقول أن أريد أصبحت شركة عالمية، ولكنها علامة نشأت وتطورت في المجتمعات التي نعمل ونعيش فيها. لدينا شركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا تفتخر بحمل اسم أريد اليوم. والتزامنا تجاهكم وأننا سنستخدم مواردنا لتوفير حلول جديدة وخدمات جديدة وأفكار جديدة لتوفير مزيد من الفائدة لعملائنا في تونس. في هذا المقام لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إطلاق أريد اليوم أمرا ممكنا، فشكرا لكم جميعا. أريد شركة تولي اهتماما كبيرا بالمجتمع وتسعى لصنع فارق في حياة العملاء، وسنحاول بمختلف الطرق أن نصنع هذا الفارق هنا في تونس. وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.